ما كتبت الشعر لاجل احد ثاني الليلة فرحتنا عمر لذيك السنة فيا للهنوف المترفى والعنق فتاني تذهب أبيات لزينها ختامية تذهب أبيات لزينها ختامية كتبت الشعر لجل أحد ثاني الليلة فرحتنا عمر ذيك السنة فيا لا الهنوف المترفة والعنق فتاني تذهب أبيات لزينها ختامية مبروك مبروك والشعور غتاني في وصفها غير عن كل حورية مغنيها عن مدحها ورد وريحاني جميلها لسلها المهاوية قل انت راها ترف ومعنى ثاني ما له جواب الا من تيب عادية واخوانها غير في كل ميداني تنصاهم الكايدة والفزعة الحية الله اخواني اخواني والله اخواني يا حيها عزوة اللي فيها مالية وخواتي لا من طرى شانهم شاني رحاب وصابهم زين رهوية ما مثلكم يا الفرج هالليلة ثاني عسلها نبداركم غثنها مليلة غنوا لها واطربوا بعد بل الحاني عسلها نكبارها مغيب طرية ما كتبت الشعر لجل أحد ثاني الليلة فرحتنا عمر ذيك السنة فيا والعنق فتاني تذهب أبيات لزينها ختامية مبروك مبروك والشعور غتاني في وصفها غير عن كل حورية مغنيها عن مدحها ورد وريحاني جميلها لسلها مذيك المهاوية قل انت راها ترف ومعنى ثاني ما له جواب إلا متيب عادي وانها غير في كل ميداني تنصاهم الكايدة والفزعة الحية اخواني اخواني والله اخواني يا حيها عزوة اللي فيها مالية وخواتي لا من طرى شانهم شاني رحابة وصابهم زين رهوية ما مثلكم يا الفرج هالليلة ثاني عسلها غنوا لها واطربوا بعد بل الحاني عسلها نكبارها مغيب طرية ليس الوحيدون ولكن الأقدم خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد